إلى التفاصيل. التعليم تتابع انتظام الطلاب بالمدارس وتحذر من حرمان أي طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات. أكدت وزارة التربية والتعليم انتظام حضور الطلاب بالمدارس في رابع أيام العام الدراسي الجديد، موضحة أن هناك متابعات لسير وانتظام الدراسة واحتفالات المدارس بانتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب. وحذرت الوزارة المدارس من منع أو حرمان أي طالب من الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، وطلبت أيضا بتسليم الكتب المدرسية أولا بأول، مع توجيه الطلاب بالاطلاع على نسخ الكتب الموجودة على موقع الوزارة وضرورة الالتزام بخريطة توزيع المناهج.